اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، بث مباشر من استوديو سي بي سي. الجوله الثانيه للاستفتاء على دستور مصر، هدنه من الصراع وما بين بين. ضيف العزيز المفكر الكبير الاستاذ سيد ياسين، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ سيد. مصر التي بين اثنين، بين الاخوان المسلمين وبين جبهه الانقاذ، مصر التي لا يراها الكثيرون، راح فين؟ اولا احيي البرنامج بتاعك، وانتهز هذه الفرصه عشان احيي الدكتوره مجد استاذه الطب المحترمه اللي انت صدرتها امبارح. والتي اشارت الى الخطوره البالغه لمعاهده الشراكه التي تؤدي الى العدوان المنهجي على السياده المصريه وعلى مصالح المصريين. وانا اسف ان استاذ القانون اللي تدخل لم يتحدث حديثا قانونيا، وفشل في مناقشه المواد التي اشارت اليها الدكتوره مجد. انا ادعوك لتنظيم برنامج خاص وندوه خاصه سيحدث ان شاء الله، يحضر فيها اساتذه القانون الدولي وعندنا متخصصين كبار في هذا الموضوع، بعد التوقيع على منظمه التجاره العالميه. هذا موضوع بالغ الخطوره. وأرجو أن تهتم به اهتمام. سأفعل ذلك سيدي. بالنسبة لسؤالك، مصر في حالة انشقاق سياسي، البلد منشقة بين معسكرين، وليس هذا هو السياق المناسب لصراع الدستور إطلاقا. أولا، لأول مرة في التاريخ يتم استفتاء على الدستور والمحكمة الدستورية العليا محاصرة بواسطة جماعة الإخوان المسلمين. هذا كلام تناقض في الحد كما يقول المناطقة. المحكمة الدستورية العليا هي حامية الدستور، وانت بتعتدي عليها اعتداء همجي منظم. ومن اغرب التصريحات اللي قالها احد قادة الاخوان المسلمين، احنا قلنا لهم سلمية سلمية ما تستخدموش العنف، وكأن الاعتصام ومنع القضاء من الدخول مسألة مشروعة. هذا كلام غريب، وادت المسألة الى تعليق القضاة الاجلاء الى الجلسات الى اجل غير مسمى، ممنوعين من الدخول. مسألة لا سابقة لها. اثنين، مجموعة همجية اخرى حاصرت مدينة الانتاج الاعلامي. وبنوا دورات مياه ويعودون وذبحوا جمال وعجول وخرفان، وذبحوا الجمال وعجول وخرفان. فوضى عارمة. اين الدولة؟ هذه محاولة منهجية لهدم الدولة، انها تهدم المؤسسة القضائية والمؤسسة الامنية، وتعمل الامن مع الناس دي مئات الالوف. هل هذا سياق يسمح بالاستفتاء على الدستور؟ اثنين، هذا دستور معيب اصدرته لجنة تأسيسية فيها عوار قانوني في تشكيلها. اللجنة الاولى ابطلتها محكمة قضاء إدارية، صمموا في اللجنة الثانية أن تكون الأغلبية للإخوان المسلمين والسلفيين مع إضافة بعض الرموز الليبرالية. هذه الرموز انسحبت من اللجنة لسوء إدارة مناقشات اللجنة ولاعتراضهم على مواد خطيرة في الدستور، لم يأخذوا هذه الاعتراضات. ليس هذا هو السياق الذي يتم فيه الاستفتاء على الدستور. سيحكم قيم واتجاهات ومصالح المصريين فترات طويلة للأمام. نقطة ثانية المهمة حدش خد باله منها، فيش حاجه ما استفتاء على دستور كامل اطلاقا. الاعراف الدستوريه بتقول الاستفتاء على موضوع او اثنين او ثلاثه محددين. انا حضرت ندوه عملها مركز بدائل استراتيجيه، واحنا داخلين اللجنه معنا مسوده الدستور هنناقشها. قالوا لا، اسمعوا، ده في مسوده لسه واصله دلوقتي، كان في 10 مسودات. بلبله في الراي العام، تقول لا مش دي، طلعنا بعد ساعتين مسودة تانية. كويس، هذه المسودة لا تعبر عن مصالح الشعب المصري، الأطياف كلها مش ممثلة. بأي حق تفرض دستور على الشعب المصري وفي نصف الشعب المصري مش موافقين على هذا الكلام؟ اثنين، لما تقول نعم ولا، ايه دلالة نعم ولا؟ انت شفت الصور تستغرب انت بقى الناس دي قرأت الدستور 220 230 مادة. هل ده منطقي؟ المادة نعم. هل ده منطقي؟ ايه دلالة نعم هنا؟ نعم على كل المواد،
أو لا على كل المواد، مش منطقي هذا الكلام، ده ضد الأعراف الدستورية. كان مفروض الدستور يتاح للشعب المصري مناقشته تفصيليا بفترة كافية، ويناقش ومؤسسات المجتمع المدني تنور الرأي العام. تروح مدي كتلة كده 230-250 مادة بتقول له تفضل قول لي نعم أو لا، هذا كلام معيب وغير مقبول لا دستوريا ولا ديمقراطيا. طيب أنا هرجع لحضرتك بس هستميحك عذرا، معايا السيد المستشار رامي منصور رئيس لجنة النجارين في دمياط، والتي نقل إلينا أنه تم الاعتداء عليه منذ قليل في دائرته في لجنته. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخير سيادتك. أهلا يا فندم. أنا تمام حضرتك. سيادة المستشار، هل ما نقل إلينا على الهواء من اعتداء على حضرتك والعثور على حقيبة فيها 3000 صوت ممهورة بنعم أو تم اختيارها نعم ثم سرقت هذه الحقيبة، هل هذه الوقائع حقيقية؟ كلام عارم بالصحة تماما، الكلام ده غير مظبوط. أنا بكلم حضرتك من قلب اللجنة دلوقتي والعمل مستمر، لن يتوقف إلا نص ساعة. الكلام ده كان الساعة 10 الصبح بسبب تعدي أحد المواطنين على القائد الوحدة المكلفة بالتأمين على القائد العسكري. بالظبط. لكن لم يتم اي نوع من الاعتداء على حضرتك؟ لا 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 ابدا، هو لو تم الاعتداء عليا انا كان زماني لغيت اللجنه من وقتها وانصرفت. حدوث وقائع تزوير او العثور على حقيبه فيها اصوات مسوده او غيره غير صحيح. لا لا بص يا استاذ خيري، اللي حصل بالظبط ان في كان حصل لنا تقدم لنا شكوى لطف من معسكر، يعني انت عارف طبعا ان الانتخابات فيها معسكرين، معسكر رافض ومعسكر داعي. معسكر رافض قال ان في يتم توزيع دعايه ده اوراق مصوت عليها بنعم، بس مش اوراق خاصه باللجنه الدعايه، ورق المنشور عادي. نعم. تم منعها من دخول المدرسه. في احد المواطنين كان بيصر يخش ويوزعها، اتخانق مع القوات الموجوده بره عندنا، اتخانق مع الموظفين، استدعينا له قائد القوى ملازم اول محمد الزناتي. نعم. خدوا معاه صاحبه، انا خرجت على صوت بره جاي واصوات كتير بره، فلقيته ان هو مقطع بالظبط العسكريه وكان بيعض مسك في دراعه. نعم. طيب الحمد لله ان حضرتك بخير، الواقع غير حقيقيه ما ذكرها اللجنه، والعمل مستمر في اللجنه ومفيش ولا ورقه خرجت، والكلام ده غير مظبوط، وانا ما علمتش بيه الا من الناس ان هم بيقولوا، ان التلفزيون بيقول ان في اوراق خرجت. الكلام والغريب ان حد بينتمي لمنظمه حقوقيه وظيفتها المراقبه ان ينقل روايه غير دقيقه. انا بشكر حضرتك جدا سياده المستشار رام منصور، الحمد لله ان حضرتك بخير. وقعت النجارين، لجنه النجارين في دمياط غير صحيحه التي نقلها الينا احد المسؤولين في منظمه حقوقيه. فاذا كان الامر حتما اننا امام نعم او لا، غدا مصر في طريقها إلى استقرار لو النتيجة نعم وأصبح لدينا دستور، هل هذا سيعد نقلة وسنبدأ في انتخابات برلمانية ومصر يمكن أن تنتقل، أم أن الدستور الذي قيل له نعم سيكون لعنة على المرحلة المقبلة؟ لو كانت النتيجة، أولا محدش قال لنا نعم بنسبة كام ممكن تمرير الدستور. حكاية 50+1 مسألة معيبة لا يجوز، هذا مش قانون. نعم. 50+1 معناها ايه؟ ان نص الشعب المصري مش موافق، يبقى ده دستور. مش منطقي. نعم. كنت تحط نسبة عالية جدا حتى تضمن ان اغلبية الشعب المصري موافقة. بس ده تم تجاوزه خلاص، احنا امر واقع. لا مش امر واقع، ما هو عشان ده امر واقع. نعم. وكلمتك دي مهمة. جماعة الاخوان المسلمين تريد فرض الامر الواقع على مصر. الشعب المصري لن يقبل هذا الامر الواقع. نعم. لو تمت حكايه بنعم بكل ما فيها من عوار دستوري وتزوير الى اخره، ستبدا معركه اسقاط الدستور اذا تمت الموافقه عليه زورا وبطلانا. والمعركه تبدا بنضال القوى الحيه من الشعب المصري، القوى الليبراليه واليساريه والثوريه. الثوار نفسهم ضد هذا الدستور. نعم. الثوره 25 لم تقم عشان تيجي جماعه تستبد بالحكم وتستاثر بالحكم وتسيطر على مجمل الفضاء السياسي المصري اطلاقا. ده نوع من سرقه الثوره، سرقت كويس. هم عاوزين يفرضوا نفسهم بالعافيه واعتدوا على السلطه القضائيه واقالوا النائب العام مرتين. هل ده كلام؟ في منطق برضه نائب عام يعين بهذه الطريقه وبعدين يضغطوا عليه فيستقيل يرجع يعدل استقالته؟
احنا في عصر التراجعات في القرارات ولا ايه؟ دي مسألة غريبة. صناعة القرار في اي دولة متقدمة مسألة معقدة. لابد احنا يصدر القرار يتم بعد دراسة كافية من الناحية القانونية والدستورية واتجاهات الرأي العام ورد الفعل. نعم. يعني في قرار رفع الأسعار الساعة الصبح رئيس الجمهورية مضى عليه و11 بالليل ومروح يتصل بالقصر ويقول له جمدوا القرار، في منطق في هذا؟ مفيش منطق. ايه القرارات غير مدروسة والقصد منها السيطرة الكاملة على مكونات الدولة؟ أنا أعتقد لو النتيجة بنعم ستبدأ المعركة الكبرى قوى الشعب المصرية الحية لإسقاط هذا الدستور المعيب والمشوه وغير الدستوري. ولا ممكن تؤدي إلى إيه؟ احنا ما لا هتدينا فراغ برضو لمدة سنة هنقعد نتكلم. حاجة اسمها فصيل. شوف حاجة، حكاية الصندوق دي ده نوع من الخداع. الصندوق آلية من آليات الديمقراطية. الديمقراطية مش آليات فقط، قيم أيضا. ما هي قيم الديمقراطية؟ هي القبول بمبدأ تداول السلطة، الحوار السياسي والتفاهم السياسي. نعم. مفيش حاجة اسمها ده هو رئيس الجمهورية ناجح بكام مليون؟ الفرق بينه كان بينه من خصمه فريق شفيق قد ايه؟ محدود جدا. آلاف. نعم. معنى كده من نص الشعب المصري ما ادالوش اصواته. ليس من حقه ان يستأثر بإصدار القرارات ضد إرادة 50% من المصريين كما حدث الآن. سواء نعم أو لا هذا الدستور لا يصلح. لابد أن تشارك الأمة كلها في وضع الدستور، مسألة مش معجزة يعني. نعم. في عقول مصر المبدعة والمتخصصين وأصحاب المصالح الحقيقية لابد أن يشاركوا في وضع الدستور بطريقة ديمقراطية شفافة ولا تفرض على أحد. اللي حصل إيه بعد ما سلم الدستور والاستفتاء؟ تم مكافأة أعضاء اللجنة التأسيسية بقوا أعضاء مجلس الشورى. مسألة واضحة يعني. مسألة واضحة نوع من التآمر على الشعب المصري وعلى ديمقراطية الشعب المصري باسم الديمقراطية. ده استبداد باسم الديمقراطية. البعض بيرى الخطورة اللي حصلت في نفسية وتركيبة المجتمع المصري. المجتمع المصري بقى منقسم، مشتت، في عداوة، في كراهية، في أمراض نفسية. هذه الحالة كيف يمكن أن تنعكس سلبا وكيف يمكن تجاوزها في مجتمع كله يشعر بالهزيمة؟ أصل هنا في مسؤولية تاريخية على القوى التي شاركت في الثورة. نعم. طبعا كان الخطأ الاستراتيجي الجسيم بعد تولي المجلس القوات المسلحة أن قوى الثورة انفضت. كان لابد من تشكيل مجلس انتقالي ثوري يضع خطة مختلفة تماما للفترة الانتقالية. ما حصلش ده. احنا مشينا في نفق تقليدي، نفق مظلم، اللي هو نفق الديمقراطية التقليدية. الانتخابات قبل الدستور وانتخابات اولا. انت عندك المعدلات 40% أمية و20 مليون تحت خط الفقر، مستوى الوعي الاجتماعي العام متدني. انت متصور الناس راحوا يستفتوا النهاردة قروا الدستور ويقولوا نعم ولا لا؟ في غالبيتهم. في ناس متنورة جدا قروا الدستور، عندهم وجهة نظر، ممكن يقول لك المادة كذا أنا موافق عليها، موافق عليها. الغالبية لم تقرأ الدستور، لم يطرح شعبيا، لم يناقش، في فرصة لمناقشته. نعم. كان لابد بعد تسليم المسودة لرئيس الجمهورية إتاحة الفرصة للشعب المصري أن يقرأ وأن يحلل وأن يناقش. كان ملتزم بنص دستوري، دستور مارس، الإعلان الدستوري في مارس كان يلزمه أن يكون قبل 15 ديسمبر. كان ماله؟ النص الدستوري كان بيلزمه بطرحه الاستفتاء قبل يوم 15 ديسمبر. مش كانت نص الدستوري، هو قاعد يلغي في النص الدستوري، ما عمل اعلان دستوري يلغي فيه كل حاجه. جت دلوقتي التمسك بالشكليه القانونيه. طب الاعلان الدستوري اللي هو اصداره واللي اعطى نفسه الحصن قراراته في الماضي والحاضر والمستقبل، مسألة لا سابقه لها. ده ما كانش عدوان على الدستور، يعني جت المساله على الاعلان الدستوري، هذا كلام ما لا يقبله عاقل. لا. نعم. كان ممكن تصوير الموقف وتصحيحه، اعطاء الفرصة للشعب ان يناقش دستوره. نعم. طيب هطلع فاصل، بعد الفاصل هرجع اشوف هل في فكر الاخوان المسلمين امكانية للعودة للخطوات للخلف للنظر للامام ام لا، وبعدين عايز اعرف دلالات
استقالة السيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وإعلان استقالة نائب الرئيس اليوم قبل إعلان نتائج الدستور بعد الفصل. تعرف ان الحديد اللي موجود